تبصرة الإخوان بأدب حامل القرآن، نظم الشيخ أبي أحمد فارس بن أمين البعداني. حمدا لمن أسدى جليل النعم وخصنا بالذكر بين الأمم، حمدا لمن أسدى جليل النعم وخصنا بالذكر بين الأمم، ثم الصلاة والسلام السرمدي على نبي جاءنا بالسؤدد، وآله طرا مع الأصحاب من شرفوا بالدين والآداب. وبعد هذا النظم يحوي جملا في أدب الحافظ مما نقلا، سميته تبصرة الإخوان بأدب الحامل للقرآن. قد حثني لنظم ذا غسان وفقه في سيره المنان، نرجو من الرحمن جل وعلا قبول ما أمليته مستعجلا. وينبغي لقارئ القرآن أن يخلص النية للرحمن، لأنها الأساس في النجاة والفتح والرفعة والصلاة، وليمتثل ما جاء في القرآن من أمره والنهي والإيمان، ملازما طهارة القلوب مجتنبا مكان من عيوب، ولا يرم تكسبا بما تلا، ففعل ذا منقصة عند الملا. ويكثر القارئ من تلاوته لسيما في الليل في نقاء، وحز بالقرآن واجمع أهلا عند الختام لدعاء يتلى. وفي أقل من ثلاث منع الختم والخلف بهذا وقع، ويستحب الجمع في تلاوته، وقل كهذا القول في دراسته. واجتنب التشويش بالكتاب واحذر من الجدال في ذا الباب، وقبل أن تقرأ نظف فاك وذاك يا صاحب أن تستاك، واقرأ على طهارة مستقبلا البيت واستعذ هنا وبسملا في أول السورة، ثم يقرأ من حفظه إذا الخشوع ينشأ، مع نظر في ورق القرآن يقرأ بالترتيل والإتقان، مع نظر في ورق القرآن يقرأ بالترتيل والإتقان. وعند كل آية فليقف مع الخشوع ودموع الأسف، وخير ما ينفع قلب القارئ تدبر يغوص في الأسرار. وأفضل القراء بالإطلاق أهل خضوع القلب والإشفاق، وليأخذ القرآن ممن جوده مزينا بالصوت ما قد ردده، والجهر جائز به والأفضل إسراره وبين ذين ينقل. وسنة تسبيح تعوذ دعاء تكرار آية تثير المدمع، وما أتى في سور من فضل أكثر من تردادها للنقل، كآية الكرسي وآي الحمد، واسجد لآي عرفت بالعد. وفي الركوع والسجود حضل قراءة القرآن واسمع من تلا، بكل إنصات مع التدبر، وليسعى في حفظ مع التذكر. ولا يقول نسيت بل أنسيت، أسقطت ما أحفظ أو نسيت. وسن إمساك عن القراءة لدى النعاس لذهاب الفطنة، وصل تلاوة ولا تعلقي آي الكتاب في الجدار المشرق، وعظم المصحف وامنع حمله لمحدث وللعدو نقله. وبعد أن تفرغ من تلاوته أتل لمجلس دعاء كفارته، والحمد لله على التوفيق لنظم ما يحتاج في الطريق، من درر تضيء قلب السائر إلى العلا والعلم والمفاخر. وصل يا رب على من تمم مكارم الأخلاق في نهج سما، وآله والصحب من تجسد في سيرهم أخلاق دين وهدى، وآله والصحب من تجسد في سيرهم أخلاق دين وهدى. كان معكم الإخواني التنفيذ قناة المنزلة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.